السائل يسأل كيف أتخلص من الكبر؟ أنا رجل مصاب بالكبر في قلبي، كيف أتخلص من الكبر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا أراد أن يتخلص من الكبر فعليه أن ينظر إلى من هو دونه من الناس، وينظر إلى هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، سواء نعمة صحة البدن أو المال أو الجاه أو الأولاد، وأن الله قادر على أن يزيل هذه النعمة، قادر على أن يزيلها في لحظة. ولا شك أن هذه الصفة هي صفة من جهة المخلوقين، هي صفة مذمومة وليست من الصفات المحمودة، وعلى الإنسان أن يتواضع للناس، عليه أن يتواضع للناس سواء أكانوا رجالا أو نساء، صغارا أو كبارا، ويعود نفسه، يجعل هذا الأمر على باله، ودائما يحاول بقدر الاستطاعة، ويسأل ربه أن يزيل هذه الصفة عنه، وخاصة في سجوده في صلاته. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.